بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع الكورس تبعنا SNCF 300 710، وصلنا لمراحل جميلة جدا بالكورس. وكان الفيديو اللي قبل هذا كنا عملنا integration لل FMC انه يتواصل مع الايز عن طريق السيرتيفيكيت اثوريتي اللي هو الويندوز سيرفر. طيب ليش عملنا هذا الشيء؟ عشان ممكن نستفيد منه باتصال بطريقة آمنة، او ممكن نستعمل فيه مثلا زي درس اليوم اللي هو الـ SGT. طيب شو هو الـ SGT؟ الـ SGT هو Security Group Tagging. هذا فيتشر بقلب الـ ISE بيعمل تاجينج لأجهزة كمبيوتر عشان أطبق عليها بوليسي معينة. طيب كيف الموضوع؟ تعب بس رسم صغيرة على البينت وعندنا هون، وليكن عندي أنا سويتش هذا هون، وعندي ثلاث أجهزة. الأجهزة بنفس الفيلان، يعني لا بدنا انتر فيلان راوتينج ولا بدنا شيء، بتصلوا مع بعض عادي، يعني ما حيطلع الجيتوي أصلا. طيب فأكيد هذا الجهاز واصل لهذا الجهاز، واصل لهذا الجهاز، كلياتهم بيعملوا بينج على بعض. أنا مثلا ممكن شو أعمل بسكيورتي جروب تاجينج؟ مثلا أحط هدول الاثنين، أعمل انتاج لسكيورتي جروب مثلا وليكن رقم 5، وهذا أحطه برقم 6، وأطبق عليهم بوليسي معين. أنا عزلت هدول الاثنين عن هذا، يعني ما راح يقدروا يحكوا مع بعض. فيني أخلي إنه هذا إنه جروب 5 ما يحكي مع جروب 6. هذا هاي طريقة. ممكن طريقة تانية، بدي مثلا جروب رقم 5 مثلا يقدر يطلع على الإنترنت، جروب رقم 6 ما يقدرش يطلع على رقم على الإنترنت، بس يقدر مثلا يتواصل مع جروب 5 إنترنالي. فنفس فكرة الأكسس ليست أو نفس فكرة الفيلان، بس أنا بقدر أتحكم فيها بطريقة فليكسيبل أكتر. تمام، هاي هي سيكوريتي جروب تاجين. طيب شو ممكن نعمل فيها لسيكوريتي جروب تاجين؟ تعال نشوف. لو رحنا على السيرفر، أوكي هاي الـ FMC. أذكرك بالـ FMC لما عملنا الانتجريشن كان بقلب الانتجريشن، وكان في عندي بقلب الـ Identity Sources. تمام، عملنا هذا الانتجريشن، وأنا كنت حاطط التك على الـ SXP Topic. طيب شو الـ SXP باختصار؟ الـ SXP هو Security Group Exchange Protocol، هو بروتوكول مسؤول إنه ينقل كل التاجينج من الـ ISE لل FMC من دون وجود ديفايس هاردوير. شو يعني؟ يعني من دون وجود السويتش. طب شو هذا الكلام؟ انا بقول لك هذا الكلام. الـ SGT اصلا اصوله، يعني في كوماندات لما تدرس كورس الـ ISE، في كوماندات نحن بنعطيها عشان مثلا اعمل الـ SGT اخليه، لانه في الـ SGT في نوعين، في دايناميك في ستاتيك. انا اليوم حطبق بس الستاتيك لانه طبق دايناميك صار كورس ISE. ماشي. فلما كنا نحن بنتعامل نعمل مثلا دوت 1 اكس، اوكي، وبدي، فكان في كوماندات كتير بتنكتب، ومثلا بضيف عليها الاس جي تي اذا بدي اخلي البروفايل معين يشتغل على هذا الجروب المعين. ماشي الحال؟ ف صف عندي، اذا بتذكروا المصطلحات هاي الحلوه، كان سبليكانت. سبليكانت يعني جهاز الكمبيوتر البي سي، والاثنتيكيتر اللي هو السويتش. فانا هو ما عندي اثنتيكيتر، يعني ما محتاج اكون عندي اثنتيكيتر لانه مش كورس ISE. فكيف هاي الطريقه بتصير؟ عن طريق بروتوكول SXP. SXP هو بنقله نقل من الايز، بنقل تاجنج من الايز لل FMC بكل بساطه عشان ما اعقد شويه الامور وفوت بتفاصيل. طيب جيد جدا، تعالوا نروح الايز نشوف شو ممكن يكون في عنا بالايز. طبعا بالايز لازم يكون اللايسنس موجوده، ولازم يكون في عندي، نتأكد مثلا من شغلي بالادمنستريشن بالديبلويمنت، جهاز الايز هون موجود. لو قلت له edit كنت قايل لكم اول شيء لازم يكون primary، وتاني شيء قلت لكم البيكسجري لازم يكون موجود. يعني هو الـ SXP بيوصل التاجنج للـ FMC. طب مين المسؤول عنه؟ قلنا البيكسجري، اوكي، او البيكسجريد اذا بدك. طيب وفي كمان اوبشن تاني لازم اعمل له enable SXP service. ما راح اعمل له enable هلا، بس عشان افرجيك شو ممكن يحصل معنا.
فهعمله بعدين. ممتاز. روح لي على الورك سنتر. بقلب الورك سنتر لو رحنا على تراست سيك، ليش هيك؟ تقول له تراست سيك اوفر فيو. حلو. بالتراست سيك اوفر فيو هروح على شيء اسمه كومبوننتس. بقلب الكومبوننتس راح الاقي سكيورتي جروبس، وراح الاقي سيسكو عملت لي بري ديفايند جروبس، يعني هي عملتها من قبل. جميل، معمولة تاجنج. حلو، انا راح اقول له اد. طيب شو السيناريو اللي انا ممكن اعمله قبل ما افوت اد؟ خليني انا اجرب انه بي سي بي في لان 10 امنعه يحكي مع المانجمنت بي سي. خليني اشغل المانجمنت بي سي وخلينا نشوف اذا في اتصال بيناتهم ولا لا. نكمل. طيب فخلينا مثلا اقول له VLAN 10 او مثلا PC VLAN 10 PC VLAN 10 اعطي اي ايكون، احط له الايكون لذيذ اوكي وقول له سيف بكل بساطة. فون اي نصب. حلو كتير. وحروح او ممكن اقول له هون show all، شوف الفلتر شو بيعطيني. اوكي الفلتر مثلا ممكن النيم هون عشان بدك تبحث عنه تقول مثلا VLAN عفوا اوكي لا لك يا PC VLAN 10 واعطاه تاجينج 16 الرقم تبعه 16. قول له جميل، قول له اد. بدي اعمل المانجمنت ما اسمح لنا خلي اقول له كابيتال لتر ما PC. ليش عطاني اياه تحت؟ قول له كابس مانجمنت بي سي. جميل جدا. وقول له سبمت. ولو رحت هون قلت له مانجمنت هلا يعطاها التاجنج 17. جميل جدا. طيب هروح على الـ IP SGT static mapping وبدي اعمل له static mapping هون. حلو كتير. راح اقول له add، هيقول لي ماشي شو الـ IP address. بس نشوف شو الـ IP address تبع PC VLAN 10. شو ماخذ IP address؟ ماله اوكي. هذا كان على سمير، هذا اتذكر الباسورد. اوكي طيب خلينا نشوف IP config ماخذ 10.31. طيب خلينا بس اجرب ping 192.168.100.10 I think كان اوكي. في ping على المانجمنت بي سي كمان، ممتاز. طيب هون 10.31 ماخذ لايك. بس اسكر هذا. ماشي 10.31 فاقول له 192.168.10.31 مظبوط. قال لك طيب شو الاس جي تي اللي بدك اياه؟ انا اقول له هذا التابع للاس جي تي اللي هو بي سي في لان 10. تمام هذا هو الستاتيك مابينج على بعض. سنت تو اكس اس بي دومين، ما حدا اي دومين. طيب هاي هي المشكله اللي عندي اياها. فهلا انا ممكن اروح على، عشان بس افرجيك اياها، اروح مثلا هون على الديبلويمنت اقول له رايت كليك اوبن لينك. تمام واروح على الايز نود اعمل عليه سيلكت ماله اديت. هنزل تحت واعمل له انيبل على هاي. بدك اقول لك انيبل على هذا الانترفيس. طبعا هذا الانترفيس اللي وصل على السويتش اللي هو جي 0 بلس اللي وصل على السويتش. طبعا هو هذا السويتش. تمام فاعمل له انيبل واعطيه. فصار في عندنا عشان الانتجريشن لازم يكون الفيكس جريد تك وهاي تك. تمام زي ما انا عامل كله سيف. ممتاز جدا سيف. هرجع لهون هضطر اعمل له قول له overview identity. بس خليني اروح قول له اوكي وروح قول له trust check components
على الاي بي اس جي تي تاجنج اد، هنقوله 192.168.10.31. التاجنج كان هو بي سي في لان هاي، والجروب لا هذا الدومين جروب، هذا شيء تاني. الديبلويمنت اي ثينك تو ديفايس، ديبلوي تو ديفايس اول لوكيشن، لا هاي اللي انا عملت لها انيبل كان لها شغله تاني مش لهاي. تمام، خلينا بس نعمل له سيف. بس انا الديفولت عشان ما يحصل عندي فيه مشكله هون، الديفولت لازم اغير، اقول له اساين من الجروب اكسبورت، لا هذا بنجربه ما مشكلة. اعطيني اد تاني. طيب شو المانجمنت بي سي عندي اياه؟ هو 192.168.100.10، والاجيتي جروب هو مانجمنت، معطيها تاني 17. تمام، قول له الدومين خليها ديفولت، قول له ديبلوي تو ديفايس، قول له على الاول لوكيشن. تمام، وقول له سيف. سيف A binding with theme abby mask and SGT already exist. Update the existing binding. My binding will exist. 192.168.100.10. عامل له management. لكنه كان مخبص. ماشي الحال. طيب خليني اروح على security group هون اشوف شو في عندي. اوكي. ماشي، فاخذ هون الديبلوي فيها ديفولت او اللوكيشن. طيب تعال نروح على الاس اكس بي. اوكي، حيقول لازم تعمل انيبل الاس اكس بي، وهقول له حاضر. طيب هون هقول له اد. اوكي، هذا انا هون شو عمل اس اكس بي ديفايس، انا بما انه ما عندي سويتش اوكي وبدي ابعت التاجنج عليه، فانا بخترع هون زي فيرتشوال سويتش، دامي سويتش. اوكي هيك انا، ممكن تكون بانفايرمنت عندك ايز بس مثلا السويتشات من سيسكو. حلو، فبتعمل هاي الطريقه، بتسميه اي شيء، قول له مثلا اف ام سي سويتش اذا بدك، اي بي ادرس حط له اي اي بي ادرس بدك اياه، مش لازم من الرينج، حتى لو يكون نون راوتبل 9.9.9.9 اي شيء. البيرود في عندك اثنين، listener و speaker، احطها both. اوكي الconnected، هاي هي الconnected PSN. لما عملت enable بالadministration هون، هاي لما عملت enable enable هون، هاي كانت لو ما عملت لها كانت راح تلاقيها فاضي. فهلا شو على ايه تال PSN؟ هو الIS تبعي. اوكي الـ XSP domain الـ default، انا لازم اخلي default، هلا بغيره، نشوف كيف بنغيره. هلا استس انيبل ديفولت باسورد، اذا بدك كوميونيكيشن يكون ثرو باسورد ممكن تقول له اقول له لا خلاص سيف زي ما هو. اوكي وين باسورد از ديفولت باسورد ماست بي سيت ان اس اكس بي سيتنجز بيج. اوكي وين باسورد از ديفولت، ماشي شو بدك يعني؟ بدي احط باسورد، لا هذا ما ليش فيه. تمام، قل له password type بخطونا. أيوة هيك تمام، ماشي الحال. وين الريكورد صار عندي؟ لازم الديفايس يبين عندي. أوكي هون صار عندي الـ status off، لازم تكون off الـ default. طب الـ xp domain default، خليني اخترع xp تاني domain تاني، قلو create a new، قلو name مثلا fmc، قلو create. طيب اختر لي اياه، قلو fmc assign، مش قابل من assign، مفيش مشاكل، قلو select، قلو edit. بقدر اغير الـ من هون FMC. تمام، قوله سيف. ها
اوكي هون صار اف ام سي، بدي اروح هون على السيتنجز، لازم اروح على الكومبوننتس كمان اغيرها من الكومبوننتس. الستاتيك مابينج على ما اتوقع هي ديبلويمنت ديفولت، خليني اروح اقول له ايديت، كيف اعمل ايديت؟ اي ايديت، خليني اسكر هاي واقول له خلي لي اياها اف ام سي، كله سيف، سكر لي هون كمان، اقول له سيف ديفولت، اوكي اقفل لي اياها واقول له سيف، تمام ممتاز جدا. طيب بالسيتنجز هون اوتوماتيك فيريفيكيشن كذا، لا خليها كلاسيك ماتريكس اس اكس بي سيتنجز، لازم اقول له ببلش اس اكس بي بايندينج اون بيكسل جريد. هاي لانه انا عم بقول له الاس اكس بي لما انت عملته بايندينج طلع لي على البيكسل جريد، عشان البيكسل جريد هو اللي بتواصل مع الايز مع الاف ام سي، فهو المسؤول عنه. اقول له اوكي، تك عليه كله سيف، will be restarted for the new global settings to take effect, do you want to proceed? قول له yes. ماشي اوكي، صار في عندي ريسبونس عليه. طيب لو رحنا هون على الكومبوننتس او على ال SXP، تمام هو ال SXP. طيب هون لسه ما طلع لي اي مابينج، هون لازم يطلع لي مابينج. لا I don't know اذا بده ريفرش، اوكي بقول you must first enable the SXP services. انا اريد اعمل enable Add SXP devices, a device to ISE, so that IP mapping can be transferred across the devices in your network. Can also configure SXP settings. طيب هذا عمل. نرجع نعمل مرة تانية. Enable the SXP service. Okay. ماشي. All the SXP devices. هذا الديفايس قول له ادت، نشوف شو فينا نقدر نعمل له هون وفي نحطه مع الايز اوريدي. طب انا هذا بتذكره كان اي ثينك بج، اوكي الاكس اس بي كومبوننتس هذا الثاني، اوكي مظبوط هلا هو حصل هون XSP. لما نشوف هون all XSP mapping، اوكي المابينج هون حصل، كانت فاضي قبل شوي، كانت مسألة وقت يمكن، اوكي عمل لك اياها وقال لك هاي تاج 16 وهاي تاج 17، ممتاز. طيب خليني اشوف، لا مش هذا، خلينا نروح على ال FMC نشوف اذا التاجينج حصل. هنا بس هون نشوف لوجن، طيب هنقول له مثلا اكسبورت نبيكسي سودو اسيو طلب باسورد نقول له انس، تمام بدي افوت ان في كمان بدي اكتب، بس بدي افوت جوا شغله اسمها يوزر انفورسمنت، فبقول له سي دي سلاش بار اس اف سلاش يوزر اندر سكور انفورسمنت. اوكي هلا انا جوا الانفورسمنت، فبقول له UIP minus reader reader minus F SXP underscore log، okay log entries، وبدي أقول له minus B يعني فرجين البايندينج. UIP command مفهوم معقول؟
ورقة الأمريكان الأندرسكور اوكي تمام. الكوماند حصل ليش بس نشوف مرة ثانية انا نظافي كان سيتر اكس بي تمام لهلا ما صار في بايندينج لماذا؟ تعال نشوف. اوكي هو بده 10 دقائق لحتى يعمل البوش للنوتيفيكيشن، فانا ممكن اروح اقول له بوش هون اقول له اوكي، وممكن كمان لو رحت عنده بال settings settings بس نقول له verify now، كمان ممكن نعمل verification بس I think ال push ممكن يعمل دورها. خلينا نجرب بسم الله. بعد ما حصل شوف طول ما هناك في binding هون فمعناته ما راح يشتغل اللي راح نعمل، فلازم نستنى عليه شوي ونشوف البايندينج. بده شوية وقت يمكن، خلينا بس نصبر عليه شوي. طب التاجنج لهلا ما حصل، خليني ارجع اجرب احطه ارجع الديفولت. لو قلت له SXP اعطيني ال FMC هاد وقول له assign XP domain، خليني ارجع للديفولت لعل وعسى. ماشي وروح لي على المابينج هون، هلا المابينج اختفى تمام. طب اقول له كومبوننتس، لا مش كومبوننتس، بقلب السيتنجز لا بلا كومبوننتس، وديني على الاي بي اس جي تي، خدني على الايديت يعني على ديفولت سيف، الثاني كمان خلي على ديفولت سيف. نروح على السيتنجز فيريفاي ناو اذا بدك. ماشي SXP settings publish already on the air. اوكي عامل mapping هون على الديفولت تمام. خليني اشوف الكومنت. اوكي يعني اجوا لازم يكون على الديفولت يبقى تمام، يعني يمكن لازم اربط الدومين ب بالبلاتفورم تبعها. خلاص مش مشكلة، هي صار التاجنج هون 10.31 وماخد تاج 16 ومية 10 ماخد تاج 17، فلو هدول ما عندك اياهم اوكي ما راح يمشي معك. فهذا هون معناته انه الـ SXP بروتوكول نقل التاجنج عندك للـ FMC، لانه هي الـ FMC صار شايفهم. ممتاز جدا. خليني اروح على الـ FMC. وين الـ FMC؟ ماشي الحال. خلينا نروح على البوليسي اقول له access control change issue updated تمام. وخليني اقول له add rule هاي اسمها مثلا block using SGT مثلا اوكي، والاكشن تبعه بلوك وذ ريسيت. ماشي خليها على واحد بس مش بلو above rule one، خليها اول رول، انتبه انها تكون اول رول. طيب انا راح اترك كل شيء زي ما هو بس راح اروح على الاس جي تي، وبقلب الاس جي تي هروح على الاتريبيوتس هلاقي شوية اتريبيوتس، انا هختار اللي بهمني السكيورتي جروب تاج، هو حيطلع لي طلع لي اياها من الايز. ومثلا هقول له بي سي
المفروض ألاقيها بي سي فيلان 10 ومانجمنت بي سي، هذول موجودين من عندي. هم تحط له البي سي فيلان 10 تقول له اوكي، تقول له از سورس، بدي امنع البي سي فيلان 10 يتكلم مع المانجمنت بي سي اللي هو اد ديستنيشن. ممتاز جدا. طيب روح قول له اد بلوك وذ ريسيت. خليني بس اشغل اللوجن كمان، منيح اللوجن بيطلع لنا. قول له اد. طيب بلوك ريزن اس جي تي اول وحده عشان تطبق. لانه ليش اول وحده؟ حاطها في تحت انه عامل انترفينر راوتنج، فاذا حطيتها بالاخير مش راح تشتغل. قول له سيف. وروح قول له ديبلوي، رايت كليك، اوبن لينك ويب. اوكي اتشيك يو، قول له ديبلوي. روح قول له ديبلويمنت، خليهم بس لا يعمل ديبلويمنت، خلينا نجرب اول شيء بس نتاكد. وين روح البي سي هون؟ قول له بينج على 110/t. خليني عم بفنك، بعدين اخرته راح يفصل. بس خليني اوقف الفيديو لبين ما يخلص الديبلويمنت. تمام، خلص الديبلويمنت وتقطعت البينجات، وهذا هو ما نريد ولله الحمد. تمام الأمور طيب إن شاء الله. تعال نروح نشوف إذا إشي يبين عنا بال analysis events. في عندي block with reset تحت، طلع شو هذا. أوكي block with reset من 10.31 ل 100.10 مظبوط، هذا هو. نشوف inside management. لا طب ممكن نعمل احنا شغل edit search. مثلا ونقول له sgt. اوكي source ال sgt كان اسمه pc vlan 10، هون كان اسمه management pc. قول له سيرش، خلنا نشوف شو بيطلع لنا. هي بلوك ود ريسيت، بلوك ود ريسيت ممتاز. قال لك الزونز هي شو. خلنا نشوف تاريخ 28/6/22/11 مظبوط الوقت وكل شيء، اظن هذا هو. لو قلت له تابل فيو ايفنتس، خلنا نكبره عشان يعطيني شوية تفاصيل. اوكي بلوك ود ريسيت. اوكي السورس اس جي تي بي سي فيلان 10، اوكي والديستنيشن اس جي تي مانجمنت بي سي، يعني عمل البلوك عن طريق اس جي تي طبعا، والسيرش انا عامله عن طريق. وقال لك بلوك اس جي تي هي هاي الاكسس كنترول اللي طبقت عليه بلوك اس جي تي، فمعناتها نحن شغلنا كلياته صحيح وممتاز وشغال. هذا هو باختصار بالنسبه لاس جي تي. ممكن انت بتحب تطبق تعمل مثلا اس جي تي تاجنج، تمنع تحط جروب مثلا بي سيات عندك وتمنعه مثلا من انه يعمل فانكشن معينه، مثلا تمنعه من فيسبوك، تمنعه من كذا، عادي فيك تعملها بكل بساطه. انا طبقت لك مثال انت فهمته، هلا الباقي عندك كيف فيك تكبر فيه وتطلع فيه حسب احتياجك. تمام، ما تنسوا تدعمونا بسبسكرايب ولايك وشير، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. استنونا ان شاء الله بفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.